استاذ الدكتور محمد لطفي، استاذ امراض القلب كليه الطب جامعه اسكندريه. النهارده هكلمكم عن موضوع مهم جدا، هو امتى المريض يروح مستشفى طوارئ ويطلب ان هو يتعمل له طوارئ رسم قلب. في ساعات كتير ممكن الشخص يحس بألم بالصدر في ناحية الشمال من الصدر او في ناحية الوسط الصدر. الألم ده لو سمع او بقى موجود في الكتف او الدراع او الفك، والوجع ده بيجي متكرر مع المجهود او مع الانفعال مع الاسترس، لازم الواحد يروح على طول لدكتور قلب متخصص ويعمل الفحوصات اللازمة للكشف. لو الوجع ده كان بيروح ويجي، دي ذبحة صدرية مستقرة. لو ابتدى الوجع ده بيجي مع اقل مجهود ومتكرر كذا مرة خلال اليوم، دي ذبحة صدرية غير مستقرة. لو الوجع ده فضل موجود وما بيروحش بعد راحة لمدة 5 ل10 دقايق وكان مصاحب معاه عرق او نهجان، لازم بنطلب اسعاف فورا ويتوجه للمستشفى فورا لعمل اللازم. ودي من الحاجات المهمة جدا، ان كل ما الواحد يحس بألم بالصدر ويتوجه لطبيب قلب او مستشفى فيها طوارئ قلب لعمل اللازم والفحوصات اللازمة والاطمئنان، دي بتجنبنا مشاكل كتيرة جدا جدا، ان هو العيان يخش في مشاكل اكبر او يحصل انسداد تام للشريان ويبقى له مضاعفات. طبعا اهم حاجة دينا ان احنا المحافظة على نظام الاكل، ان يبقى فيه رياضة منتظمة، ان يبقى الضغط منضبط، السكر منضبط، المحافظة على مستوى الكوليسترول في الدم، عدم التدخين، عدم التعرض للتدخين السلبي، وربنا يحفظ الجميع وشكرا لكم.